صور جميلة ورود، ايه الجمال ده، ايه الصباحات الحلوة دي. صباح الفل عليك يا عبد الحي، والله اسعدتني ومنورنا جدا استاذ احمد محمد. صباح الفل والورد والياسمين، بشكرك جدا، مهما حصل خليك في احسن حالاتك. احنا كمان بنستفيد من كل اصدقائنا، والله تجاربنا لما بنتبادلها تبقى مهمة جدا جدا. بيقول ممكن نعمل حلقة عن الشخصية العنيدة، وهل ممكن الشخصية العنيدة تتغير؟ وهل العند أحيانا بيولد النجاح؟ ولا العند يأخر النجاح ولا يعطله؟ هل في عند سلبي وعند إيجابي؟ طب إزاي نتعامل مع الشخصية العنيدة سواء كان رجل أو امرأة؟ عارف كمية الأسئلة اللي في البوست ده كتيرة جدا جدا، لأنه الشخصية العنيدة ما تفكرش تغيرها، لكن فكر تغير تعاملاتك معاها، لأنه أنا لا أغير إلا ما أملك تغييره وهو نفسي. وكمان تغيير النفس مسألة مش سهلة، يعني مش بقرر أتغير الصبح هلاقي نفسي متغير، دي محتاجة التزام وأداء طويل المدى، أو أنت وشطارتك وأنت وقوتك وأنت وقدرتك على مسار التغيير. لكن إن شاء الله هنعمل حلقة عن أنماط الشخصيات، وهي إيجابية ولا سلبية حسب أنت بتختار تتعامل مع أنهي جانب، لأن احنا بنتكلمش بالنسبة لنفسها، بالنسبة لنفسها كل واحد أضرب نفسه في نمط شخصيته. كل ما فهمنا أنفسنا كل ما سعينا للتغيير والتطوير وتعلمنا كتير من نفسنا ومن الآخرين. أستاذ وليد جودة صباح الفل عليك، بيقول الأغاني النهاردة محتاجة عزومة. طب يلا بقى، حاطط لنا نوع من العنب، عنب تركواز، أنا أول مرة أشوف العنب ده، معرفش ده فوتوشوب ولا بجد، يعني يا رب يكون بجد، شكله تحفة يعني. بيقول كمان أستاذ وليد يجب إعادة تقييم وتعريف الإنسان، الإعلام، الرجولة، الأنوثة، الكرامة، ثقافة التسامح بقى، الكراهية، الكراهية تكتسح المجتمع المصري. لا، هو خطاب الكراهية ده خطاب ممنهج في العالم كله، سعى بعض القوى الشر الحقيقية بقى المسيطرة على بث خطاب الكراهية، وده مرصود في دراسات كتيرة جدا. وطالما حضرتك جبت سيرة خطاب الكراهية وأثر خطاب الكراهية أن بقت الكراهية سائدة في مجتمعات كتير جدا، ده احنا لازم نرجع لبذور انتشار خطاب الكراهية وخطة نشره، لأنه مش بس يعني حطينا المنهج، لا ده احنا حطينا منهج خطاب الكراهية ونشرناه في العالم كله علشان يؤدي الأهداف ونتائج شديدة الخبث. بشكرك انك طرحت ده. هو كمان بيشير لحادث بشع في الإسماعيلية، يعني مش هنقدر نتناوله طبعا أستاذ وليد لأنه قائد التحقيقات وهو من أبشع الحوادث، لكن نقدر فعلا نتكلم عن خطورة خطاب الكراهية اللي ساعات احنا نفسنا بنكون جزء فيه. وان شاء الله اوعد حضرتك بحلقة قريبة جدا قادمة بداية نشر خطاب الكراهية بطرق ممنهجة، وازاي احنا وقعنا اسرى التلقي السلبي لخطاب الكراهية وبقينا جزء فيه. مش كلنا طبعا، لكن كتير من كتر التعرض والتلقي السلبي واحنا نحس ان احنا مش فاعلين وان احنا هنعمل ايه في كل العالم اللي كله صراعات وكراهية ده، لا ده احنا عندنا كتير جدا ان نقدر نعمله. ان شاء الله حلقة هنعملها عن خطاب الكراهية. بشكرك جدا 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 على اللفتة المهمة دي، ان انا ازاي استثمر الاحداث الصعبة ان انا اتكلم عن جذورها وانا استسلم ليها ولا لا، وازاي ما استسلمش ليها. قريبا جدا حلقة عن خطاب الكراهية. وكمان النقط الخطيرة اللي حضرتك قلتها، الرجولة والأنوثة وطاقات الكون، الرجولة والأنوثة دي مسألة خطيرة جدا جدا. إذا توازنت في الطاقة دي وتوازنت هذه الطاقة الكونية هنلاقي مجتمعنا بقى أفضل كتير. بشكرك بشكرك والله يا أستاذ وليد. وطبعا هو جايب مقتطفات حلوة قوي، إن شاء الله تباعا هقرأها. وصور حلوة قوي، والجبل الرائع، يا سلام، والجبل والوردة والإنسان، شوف علاقات البيئة والطبيعة وجمالها. كمان رسالة بقى حلوة قوي وتعليق يعني وحشتنا جدا، محمد عبد التواب، أستاذ محمد فينك من زمان جدا، صباح الفل عليك. بيقول صباح الخير والسعادة على السكر الزيادة، من الرضا مفتاح السعادة، انت اللي وحشتنا كتير جدا يا محمد، والله نفسي أسمع شعار البرنامج لكن باسمي. حاضر، بص بقى سجل الحتة دي،
مهما حصل يا محمد عبد التواب، مهما حصل يا محمد عبد التواب، خليك في أحسن حالاتك. على التليفون أستاذة خديجة، صباح الخير. يا صباح الخير والورد. صباح الفل. كل سنة وانتم طيبين. وانت بكل خير. عشان عيد ميلادي يوم الجمعة. الله، أحلى عيد ميلاد إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. وانت بكل خير. صبح على الهندسة والإخراج. صباحوا على حضرتك جد. وعلى دكتورتي الجميلة نادية النصار. حبيبتي صباح الورد. الله يخليكي. حظكوا حلو بقى لما اتكلمتوا عن الموسيقى، إن أنا عندي برد. ألف سلام. احنا نقوم بالواجب، تلاقيش دي نقطة الضعف عندي. الموسيقى بحبها قوي. عايزة محمد صلاح موجود هو طبعا. طبعا اهو. مال مين اللي عمال يشغل لنا المزيكا الجامدة دي؟ بص، الأغنية بتاعت بنادي عليك، شفت المقدمة الموسيقية بتاعتها؟ ده كلام خطير. ايوه. عايزين نتكلم عن العلاقات بقى بطريقة شعبية حلوة. قولي. عايزين نقول يعني ممكن البني آدم يضبط موده وراحته النفسية لو سمع حد بيدعي له. صحيح. بس يا ريت الدعوة تكون على حق. مثلا كمان عايز اقول لأولياء الأمور، أولياء أمورنا الأب أو الأم، يريحوا نفسهم من الدعوة ديت اللي بيقولوها لنا كل يوم تقريبا، عبارة عن كلمة زمان كان لها قيمة والآن يعني ملهاش يعني وضع ولا لها محل في حياتنا. هي إيه؟ ربنا يحبب فيك خلقه أو فيكي، لكن لا حول الله. أولياء الأمور بيقولوها بنية صافية ولا يعرفوش إن الخلق اللي هتحبنا ولازم هيلتفوا حولنا من أجل أي مصلحة وهم عايزين ياخدوها مننا، لأن أحبابك بتكون كتير يا قلبي طول ما أنت معاك المال. وتخس مالك يوم هتلقى أجدع ما فيهم مال وراح لحتة تانية فيها مصلحة أكتر من اللي عندك. وبكده هقول برضو أستغفر الله العظيم، لأن حكمته مش هي اللي حببت فيك خلقه من تلقاء ضميرهم السليم، لكن كانوا ناس عاملين إنهم بيحبوك عشان ينالوا منك أي مصلحة بطريقة الجشع والطمع. يعني بكده لما انا بسمع امي بتقول لي هذه الدعوه بقول لها لا يا ماما، قولي لي ربنا يكفيكي شر خلقه اصحاب المصالح والمنفعه السلبيه، ويوعدني بناس تحبني لله في لله من داعي منفعتي لهم بالعلم والنصيحه السليمه، وحل اي مشكله بتضايقهم وافرج عنهم الضيق بالسماحه اللي في قلبي وليس بالمال او المصالح الاخرى. انا لا اريد اي مخلوقات تحبني، ويكفيني حب الله لي الذي انار عقلي بالفهم والوعي وانار طريقي لعمل الخير لمن يستحقه. شكرا لله العلي القديم القدير. انا خايفه شويه معلش. شكرا لله العلي القدير، وشكرا لدكتور نادية النشار. بشكرك. عليكم. عليكم السلام. بشكرك جدا. شكرا. على التليفون التاني استاذه صفاء، حبيبتي صباح الفل عليكي، وحشتينا. وانت اكتر. ايه الاخبار؟ محمد صلاح والاستاذه ايمان بيصبحوا عليكي كتير وعلى المزيكا الجميله والاغاني الممتعه. لا النهارده بصراحه انا مش عارفه اتكلم اصلا. لو تعرف يا حبيب قلبي. الله. وانت معايا بحس بإيه؟ خلي شوية بكرة يا قلبي، يا الحب ده ما اقدرش عليه. الله. حبيبتي انا كمان بحبك. واحلى علاقات مع حضرتك. وانا عايز اقول الشعب المصري زيناته فيها الحب. طبعا ده حقيقة. ومهما حاولوا يغيروا على شخصية مصرية من تراب تنفض عنها هذا الغبار وتعود إلى الحب والتسامح والعلاقات الإنسانية المتوازنة وقبول الآخر. قبول الآخر دي صفة جينية عند المصريين. محدش هيقدر يهزمها. يا رب يا رب يحافظ علينا. آمين آمين. صباح الفل. أسعدتينا جدا. صباح الفل عليكي.